مباريات الشبه المحليه وبالتالي هي كلها لقاءات كتكون فيها الاثاره وهناك التشويق في الوقت هذا المحاوله عبد الصمد بالنسبه للمدافع عبد الصمد البدوي نوفل الزروني خدع الكره نوفل الزروني دخول داخل منطقه الجزاء فرصه رفعت الكره ولكن بعيد دربه لما كان كيقود فريق اتحاد بونسير التونسي تواجد الفرصه الزروني رفع الكره داخل منطقه الجزاء بعد ما فشل تحقيق الفوز في ثلاث جولات من الدوري الاحترافي وبالتالي خاض تجربه اخرى كانت بالدوري الجزائري بنادي مولودية الجزائر لوليد الصبار مشات كره على المستوى الجهه اليمنى ممتاز من نوفل الزروني وكذلك من البدوي فرصه تسديده مرة جانبا تسديد فريق حسنة أكادير بديت الساعة الثامنة والنصف مساء وغدا جوج المباريات الأولى بطاقة لأيوب بوشة لاحظوا التدخل كان أمام وكذلك مروان فخر يعني كل ما كان هناك أكثر من لاعب على مستوى فريق الرجاء حمزة خابة تمدد المحاولة بواسطة نوفل الزروني فرصة حاول الدخول تسديدة نوفل أبرحوا لاحظوا العمل الكبير اللي قام به نوفل الزروني على مستوى المراوغة وضع الكرة أمامه يسدد بالرجل اليسرى يضع الكرة في الشباك لاحظوا ممتازة من نوفل الزروني اللي حتى لو كنا يعني اللقاء اللي غادي يكون بين الجمهور المدينة الطيرة غادي أسامة البنيوي ولكن أقرب لجمال حركاس كيلعب الكرة ممتازة بالكعب من نوفل الزروني يتمكن من تسجيل هدف بشكل جميل بطريقة ممتازة تسديده قويه اللي عانقت الشباك اذا نوفل الزروني تحت تصفيقات ديال جماهير الرجاء يغادر ودخول زكريا الهبطي المدير الكبير